هاي. القطن العضوي او organic cotton هو القطن يلي بنحصل عليه من دون مبيدات او اسمده كيميائيه. انتشرت زراعه هالنوع من القطن بعد زياده الطلب على المنتجات الزراعيه الطبيعيه للتخفيف من التلوث الناتج عن استخدام الاسمده والمبيدات الكيميائيه ولا المحافظه على الموارد الطبيعيه وخصوبه التربه. صناعه القطن العادي بتتم من خلال ازاله الالوان منه عن طريق المواد الكيميائيه قبل تجفيفه وتلوينه من جديد. كثرة استعمال المواد أدت لضرورة إنتاج عينات من القطن الخالية من المواد الكيميائية وهي معروفة بالأورجانيك كوتن، وصار ممكن من خلال هالتقنية إنتاج أنواع من القطن ملونة طبيعياً مثل اللون الأحمر والأصفر والأخضر والبني. هالطريقة حازت على اهتمام الكتار من العاملين بمجال صناعة الملابس يلي استخدموها، مع أنه سعرها بيزيد شوي عن التياب المصنوعة عن قطن عادي معالج كيميائياً، خاصة من بعد ما تبين أن الأشخاص اللي عندهم حساسية على القطن هن بالواقع بيتحسسوا من المواد الكيميائية المستخدمة لمعالجة القطن. أورجانيك كوتن بيدخل بصناعة منتوجات كتيرة غير التياب، مثل المنتوجات الخاصة بالعناية الشخصية، قطن إلى إزالة المكياج، كوتونتيج، حفاضات ولاد، مناشف، شراشف وأغطية، وبعض أنواع القرطاسية والورق. مين قال أنه بذر الكتان أو القطن بيدخل بصناعة عدد من المأكولات ومنها تشيبس والكوكيز؟ أنا قال شوفكم بكره.